أهلا بكم من جديد مشاهدينا في جولة استوديو رافدين. نواصل الحديث عن أزمة الرواتب وانعكاساتها الاقتصادية. للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان دكتورة هداب الكبيسي، الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية. أهلا بك من جديد دكتورة. أهلا وسهلا. وفقا لمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، فإن الحكومة في العراق تستعد للإعلان عن تدابير جديدة للتقشف. إلى أي مدى تشمل هذه الإجراءات الحكومة والعاملين فيها والهيئات التابعة لها، أم أنها ستقتصر على المواطن فقط؟ نعم، شكرا لك. مساء الخير عليك ست سمية وعلى السادة المشاهدين. في الحقيقة يعني هذه الإجراءات يعني قد تكون متأخرة جدا يعني، وبالتالي كان على الحكومة أن تتخذ هذه الإجراءات من أول قدومها، سواء هذه الحكومة حكومة السيد الكاظمي أو الحكومات التي سبقتها. وبالتالي التقشف الآن يعني راح يكون حال جزئيا، ومهما يعني يكون هذا نوع التقشف يعني أكيد سيلقى أيضا بظلاله على المواطن العراقي. أكيد هنالك أيضا ستصبح بعض الاستقطاعات وإلى آخره التي كنا نتحدث عنها في السابق، أيضا سيتم تكرارها في هذا الوقت، وبالتالي ستشمل الجميع وبالأخص المواطنين ذو الدخل المتوسط اللي يتميز عادة دخولهم إنها تعتمد على يعني قوتهم الشرائية منخفضة، وبالتالي هذه الدخول التي يستحصلون عليها هي يعني مثل ما نقول يستطيعون أن يعملوا على تسيير حياتهم اليومية. فإذا عملية التقشف قد تكون بعض الشيء مجدية، ولكنها هي ليس حلا جذريا. نعم، في هذا السياق دكتورة، وفي ظل الوضع الاقتصادي المتدني الذي يشهده العراق، ما قدرة المواطن على تحمل مزيد من الإجراءات التقشفية، خاصة في ظل أزمة الرواتب التي لم تحل بعد؟ نعم، يعني أكيد يعني في كل هذه الظروف وفي ظل وباء الكورونا، وبالتالي هي مجموعة عوامل، أكيد المواطن العراقي أصبح منهك ومحمل بكثير من المشاكل، بالتالي أنه سوف لن يستوعب أي مشكلة أخرى جديدة سوف تلقى على عاتقه. بالتالي يعني يجب على الدولة أن تفكر في كيفية يعني تنظيم وجدولة الإنفاق، لأن هنالك إنفاقا تبذيريا كبير يعني قد يبدو واضحا من خلال الأرقام المنشورة الرسمية يعني منذ الشهر الواحد إلى شهر 2020 40 مليار دولار. هذه عملية الإنفاق بهذه الفترة، هذا فد رقم يعتبر جدا كبير، فبالتالي يعني حتى التقشف الذي احنا بصدده، او اننا نتكلم عن انه يجب ان تكون هنالك اقتصاد في النفقات، يعني كيف سيتم التعامل مع هذه الأشياء ونحن بصدد أرقام جدا كبيرة منذ بداية العام إلى حد هذا الكلام إلى حد نهاية الشهر الثامن. إذا معناها احنا مهما استطعنا أن نعمل على تحديد أو تحجيم الإنفاق، أيضا أننا سوف لا نستطيع أن نحل المشكلة، وبالتالي يجب أن نذهب إلى حلول أخرى. قد تكون هذه الحلول أخذ قروض خارجية أم داخلية إلى آخره، وبالتالي أيضا هذه غير مجدية. وزير المالية الحالي أعلن عن تأخر الرواتب لخمسة أسابيع إضافية في حال عدم موافقة البرلمان على قانون الاقتراض. كيف يمكن قراءة هذا التصريح والهدف منه؟ نعم، يعني هو أساسا على الأساس يعني بالشكل التالي، أن القروض كانت يعني تأخذ مبلغ يعني 41 تريليون في بادئ الأمر. القانون يعني يخص بهذه الفكرة اللي هو المطروحة للمجلس النيابي، وبالتالي تم تخفيضه، أو أنهم يعني يتم الاتفاق على أساس 20 تريليون دينار. يعني بين ال 41 تريليون وال 20 تريليون دينار هي كلاهما مشكلة، وكلاهما تعطي انطباع أننا في صدد اصطلاح
هو الدولة الفاشلة، بمعنى أن الدولة عاجزة عن القيام بأداء وظائفها، وهي أبسط أنواع هذه الوظائف هي تحقيق بعض الدخل أو الرواتب اللي هي الحد الأدنى من مستلزمات عمل الدولة في هذا الوقت وفي أي وقت آخر. إذا هذا الشيء عندما لا يتحقق هنالك يعني هنا سندخل في موضوع السيادة، بالتالي إننا سندخل في مشاكل كثيرة. يعني على الدولة أن تفكر دائما في أنها تلجأ إلى المنافذ التي احنا دائما نشير إليها، وبالتالي يجب أن تعمل على الاستدامة المالية من الأشياء التي احنا نمتلكها في العراق من موارد كثيرة، وليس التفكير بأننا نلجأ دائما إلى القروض سواء كانت هذه خارجية أم داخلية، لأنها ستلقي عبئا كبيرا على الاقتصاد العراقي. نعم. والمواطن. نتوقف عند هذه النقطة وهذا العبء الذي ستشكله الرواتب إن كانت أو الاقتراض إن كان سيحل أزمة الرواتب آنيا، ما هي انعكاساته على المديين المتوسط والبعيد؟ نعم، يعني على المديين المتوسط والبعيد أكيد هناك مشاكل كثيرة. المشاكل القروض نعرف أنه هنالك فوائد يجب أن يتم دفعها، وبالتالي أيضا هي تكبل الاقتصاد العراقي، وبالتالي إحنا أساسا لدينا قروض. هذه القروض وصلت يعني إلى كما يشار الرقم الرسمي إلى 111 مليار دولار، وإنها هنالك 41 مليار دولار تسمى ديون بغيضة وإلى آخره. إذا دريت نقترب فوق هذه الأموال اللي هي باعتبارها ديون، سنزيد الديون كما هي المتعارف عليها أكثر دينا، وبالتالي سوف لن تحل المشكلة. المشكلة تكمن وين؟ المشكلة أن مبالغ القروض هي كلها غير واضحة منذ العام الماضي إلى يومنا هذا. هنالك من يشير إلى أنها أو التقارير الدولية تشير إلى أن هنالك 132 مليار دولار، الدولة الآن تشير إلى رقم 111 مليار دولار، وتحسب الباقي على أساس أنها ديون بغيضة، وهذه الديون البغيضة نحن لم نكن بصددها في السنوات السابقة، هذا مصطلح جديد أدخل في هذه الفترة القليلة الماضية، بالتالي أريد منها يعني توضيح أن العراق لا يعاني من مشكلة وأن قروضه قليلة. في الحال أن المشكلة هي كبيرة، وبالتالي عدم معرفة الرقم الصحيح للدين العام، لأنه هو كما أشير من قبل وزير المالية عند تسنمه للحكم لمنصبه في الوزارة كان هو 132 مليار دولار، الآن 111 مليار دولار، إذا هنالك فرق. مهما يكون هذا الفرق لكن سيشكل مشكلة على المديين المتوسط والبعيد، لأنه سيكبل الاقتصاد العراقي أكثر مشاكل، وبالتالي السياسة المالية والسياسة النقدية سوف لن تكون قابلة وغير مرنة على أن تتعامل مع الأحداث. كلنا نعرف ما يعاني منه العراق من انخفاض أسعار النفط، إذا الأمور بمجملها ستشكل بعدا يعني عصيبا على الاقتصاد، وبالتالي يعني سوف لن يكون هنالك حلا لهذه الأزمة. نعم. دكتورة هداب، إلى أي مدى يمكن أن يتراجع العراق عن اتفاق أوبك بلس في تخفيض أسعار النفط في السوق العالمية؟ نعم، يعني حاليا احنا بوجهة نظر المنظمات الدولية واحنا كملتزمين مع منظمة أوبك يجب أن لا نخرج عن هذه الصيغة، حتى وإن كان البعض كان يشير أن العراق يجب أن يترك يعني بما اتفق بأوبك بلس، هذا الكلام يعني كلام غير صحيح، بالتالي يجب أن نفكر به. يعني عملية التزامنا بالمنظمات الدولية هي مهمة جدا، جزء من العلاقات الدولية التي يملكها العراق، وبالتالي لا يمكن أن ننسى وضعنا في منظمة أوبك، وبالنتيجة نشير كما يشير البعض من يعني الأعضاء في المجلس النيابي أننا يجب أن نترك أوبك أو أننا يجب أن نفكر ببيع أو زيادة الإنتاج وبيعه إلى جهات أخرى، وبالتالي أن السوق الآن هو محدود منذ أن أصيب العالم بجائحة كورونا إلى يومنا هذا، والأسعار هي منخفضة، فإحنا حتى لو عملنا على إنتاج وبالتالي يعني إلى من سنصدر؟ من هي الجهة التي
تريد أن تصدر. الجميع انخفض استهلاكه في العالم، ولا توجد مجموعة دولية سوى الشرق من الغرب لن ينخفض استهلاكها. إذا يعني العملية أنه أن نخرج من أوبك القافية عملية غير مجدية وغير صحيحة، يجب أن نلتزم بها في الوقت الحاضر حتى تكون الأسعار مستتبة، وإلا إذا لم نلتزم بها ستنخفض الأسعار أكثر مما هي عليه الآن. إلى أي مدى يعد الفساد والأحزاب عقبة في تحقيق الإصلاح في العراق؟ نعم، يعني هذه مشكلة، يعني أكو الآن يعني توجد وجهة نظر جديدة في كيفية تسلسل الفساد في العراق، يعني بمعنى شنو هي الأولوية أو ما هي الأولوية الأولى للفساد؟ وضعت الأولوية الأولى للفساد هو الفساد الإداري، وبالتالي يعني يعني سلسلة بعض الأنواع الأخرى من الفساد اللي هي قد تكون على سبيل المثال الفساد السياسي إجا بالمرتبة الرابعة، والفساد الاقتصادي بالمرتبة الثالثة، ولكن بالمرتبة الأولى جاء الفساد الإداري. ومن ضمن هذا الفساد الإداري كنا نعرف أن هنالك أرقام تخص الفضائيين وتخص بعض الجماعات التي لا يمكن حصرها، وبالتالي توجد هنالك يعني كميات هائلة من الأموال التي تخرج إلى الجهات هنا وهناك غير محسوبة وغير منتظمة، هي التي مسببة كل هذه المشكلة. وبالتالي نرجع ونقول أن يعني حتى تعريف الدولة الفاشلة التي نحن كنا بصددها هو جزء منها أن هنالك وجود جماعة تحكم البلد، أو أن هنالك ميليشيات، أو أن الدولة غير قادرة على القيام على الإحكام على هؤلاء المجموعات إلى آخره، يقع كله تحت طائلة الفساد الإداري وبالتالي الدولة الفاشلة. شكرا جزيلا لك دكتورة هدى فالحة الكبيسي، الأكاديمية والمختصة في العلاقات الاقتصادية الدولية، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.